السلام عليكم الاخوان. اليوم ان شاء الله في الدرس هذا غنشوفوا سيستم ديال لونتي دي ماراج. لونتي دي ماراج هو النظام اللي كيحمي السياره من السرقه، هو النظام اللي كيحمي السياره من السرقه. وانتم كتسمعوا بزاف في الكراجات كتسمعوا لونتي دي ماراج، لونتي دي ماراج مشى ليها لونتي دي ماراج، هاد السياره ديالها مش خسر ليها لونتي دي ماراج هاد السياره. اذا ان شاء الله اليوم غنقوموا بالشرح ديال لونتي دي ماراج ان شاء الله. اذا هاد لونتي دي ماراج هذا شكون هو اللي خرجو هاد لونتي دي ماراج اللي كيحمي السياره من السرقه؟ خرجوه ديك اللجنه ديال شركه التامين الاوروبيه، هما اللي خرجوا هاد النظام هذا باش السيارات ما يتشفروش. وكل مصنع عطى واحد اسم، كل مصنع عطى واحد اسم، ولا كيفاش كيسمي كل مصنع، رونو ولا بيجو ولا فولكسفاغن ولا البي ام، كل مصنع وكيسمي هاد النظام ديال لونتي دي ماراج، نظام حمايه ضد السرقه. كل مصنع وعطاه واحد الاسم. وهذا النظام هذا كما نشوفوه، هذا النظام هذا غادي يمر بواحد توخ، عنده واحد التطور. وحنا كما كنعرفوا بان اي حاجه كتطور، اي حاجه في اي دومين كتعرف واحد التطور. اي حاجه كما كان الدومين هذا، كما كان الدومين هذا كتطور، اي حاجه كتطور فيه. الا خديتي مثلا غير مكانه، المكانات اللي كانوا شحال هذه ماشي هما اللي ولاو دابا، الا خديتي مثلا غير شي كرسي ولا اي حاجه، تلفازه ولا اي حاجه، كتعرف تطور. اي حاجه كتطور، ما كتبقاش كما كانت، كتبقى مع المده، مع التطور العلمي كتطور. اذا حتى هاد لونتي دي ماراج هذا، الا خدينا كل ماركه كيعرف واحد التطور، وهاد التطور حنا كنسميوه بالاجيال. هاد التطور اللي غنهضروا عليه كنسميوه بالاجيال، كاين الجيل الاول، كاين الجيل الثاني، كاين الجيل الثالث. اذا هاد لونتي دي ماراج هو عرف مجموعه من التطورات. حنا ان شاء الله في بدايه في الدرس ديالنا غنشوفوا البيجو. كما كتشوفوا البيجو هنايا كاين الاديسي، هذا الاديسي هو لونتي دي ماراج، هو لونتي دي ماراج. هذا الاديسي فيه الاديسي بروميير جينيراسيون الجيل الاول، كاين الاديسي دوزيام جينيراسيون الجيل الثاني، وكاين الاديسي تخوازيام جينيراسيون الجيل الثالث. وكي ومع المده غيتبدل عاوتاني هذا لونتي دي ماراج هذا في البيجو سيتروين. غنمشيو نشوفوا البي ام تاعي، نشوفوا البي ام، غنشوفوا غير المقارنه باش نفهموا. اذا حتى البي ام تاعي عندها سيستم ديال لونتي دي ماراج، ما كيتسماش الاديسي، وانما كيتسمى الاودول بي اس. راه كتسمعوا دابا نتوما في الكراجات كتسمعوا الاودول بي اس، هذه راه مشى لها الاودول بي اس، مشى لها خسر لها الاودول بي اس. اذا حتى هو هذا الاودول بي اس في البي ام هو لونتي دي ماراج، حتى هو في مجموعه من الاجيال. في الجينيراسيون الاولى مثلا هي الاودول بي اس 1، كاينه الجينيراسيون الثانيه هي الاودول بي اس 2، كاينه الجينيراسيون الثالثه هي الاودول بي اس 3 الفيرسيون 3.2، كاينه الاودول بي اس 3 الفيرسيون 3.3، كاينه الاودول بي اس 3 دي الفيرسيون 3 دي. اذا كما كتلاحظوا مجموعه من الاجيال ديال هذا لونتي دي ماراج هذا. حنا ان شاء الله غنبداو بلونتي دي ماراج في البيجو، لان بيجو سيتروين سهل الشرح ديالهم، وان شاء الله مع المده غنبداو نطوروا شويه الشرح ديالنا. اذا هذا الاديسي بالنسبه للبيجو شنو هو؟ هذا الاديسي الا كتعني لنا اونتي، ا اونتي، والدي كتعني لنا ديماراج، والسي كتعني لنا كودي، لونتي دي ماراج كودي. هنا ان شاء الله غنشوف واحد المصطلحات اللي مهمين بزاف. هاد المصطلحات بحال لابرونتيساج، هاد لابرونتيساج شناهي؟ هي اوبيراسيون كي كونسيست ا انيسياليزي ديفيرونت اليمون ليي ا لاديسي. هاد لابرونتيساج هي واحد العمليه اللي كان انيسياليزو بها مختلف انواع ديال لونتي دي ماراج. مثلا شي ساروت كتبغي دير ليه لابرونتيساج، كدير ليه لابرونتيساج هو انك كتدخل فيه مثلا الكود باش يولي عنده علاقه مع كلية لونتي دي ماراج ديال السياره، اللي يولي لي مثلا في البيجو تولي البي سي كتعرفو، تولي البواتيت الموتور كتعرفو. هذيك العمليه اللي كدير انت كتسمى لابرونتيساج. ملي كتشد واحد الساروت وكدير ليه لابرونتيساج، راك انت كتعرفو البي سي اي وكتعرفو الكالكيلاتور موتور. الاوثنتيفيكاسيون بروسيسوس بيرميتون دو فيريفي ليدونتيتي دان كومبوزون او دين بيرسون. لوثنتيفيكاسيون هي ملي كدير انت مثلا كونتاك، هذاك الوقيته فاش الكالكيلاتور كتعرف على الساروت كتسمى لوثنتيفيكاسيون. مثلا عندنا البي سي كتعرفوها على حسب الدروس اللي كنديروه، هي البواتي دو سيرفيتود انتيليجونس. عندنا السي ام ام هي الكالكيلاتور موتور ميتي فونكسيون، كالكيلاتور ديال الموتور. عندنا سي بي اش هي سونترال دو برودكسيون ابيتاكل. كاينه الايدونتيفيكاسيون، ايل كونسيس ا اسوسي ان كومبوزون ان ايدونتيتي نيميريك. مثلا انت ملي كتدخل مثلا لابارايو كتدخل لشي كالكيلاتور، راه كتلقى ليدونتيفيكاسيون ديال ديك الكالكيلاتور، اش من الهاردوير ديالها، سوفتوير، كتلقى بزاف د الحوايج عليها. عندنا الباور لاتش، هذا الباور لاتش سي لو طون اونتر لا كوبور دو كونتاك اي لا ميز اون سومي دو كالكيلاتور. هذا الباور لاتش شنو هو؟
هاد الباويلاج هو واحد الضو، واحد الضو ملي كدير كونتاك، ملي كدير كونتاك تيكون هاد الضو هذا، وملي كتحيد كونتاك تيبقى واحد المده زمنيه، كتبقى واحد المده زمنيه من 5 ديال الدقائق حتى تقريبا شي 10 ديال الثواني على حسب واش انت حليتي الباب ولا ما حليتيش. اذا هاد الباور لاش هذا فين كان هاد المعلومات هادو فين كينفعونا؟ مثلا انت باغي تركب شي الارم، بغيتي تركب شي الارم وكتقلب على بليس بيرمانون، كتقلب على ترونس بليس بيرمانون، انت مثلا كتحيد كونتاك وكتجي كتقلب شي خيط كتلقى فيه الضو حيت انت حيدتي كونتاك، ولكن هذاك البليس اللي فيه راه ماشي بليس بيرمانون، هذاك غير الباور لاش، واحد المده زمنيه غيحيد، وانت كتبرونشي على اساس انه بليس بيرمانون. اذا تيوقع لك مشكل في ديك لالارم ولا ديك السونطريزي اللي برونشيتي نتايا، واحد الوقيته راه كتخدم لان البلوس كاين، وملي كيتقطع ما كتبقاش خدامه. اذا هادشي خصنا ننتبهوا ليه وردوا البال. هاد الباور لاش هاد الكلمه اللي كنعقل عليها مزيان وكنحفظها، الباور لاش هو واحد البلوس يكون واحد المده زمنيه كتحيد انت كونتاكت، يبقى واحد المده زمنيه ملي كتحيد كونتاك واحد المده زمنيه كيتحيد. عندنا الار سي دي هو ريفي كوموندي ا ديسونس، هي ملي مثلا انت كتحل، ملي مثلا انت كتحل السياره، ملي كتحل السياره كيجي سينيال للبي سي، البي سي كتاليمونتي واحد العناصر اللي كيحتاجو الضوء في ديك الوقيته، كتاليمونتيهم، هذاك البلوس راه كيتسمى الار سي دي، بلوس ار سي دي. اذا هاد المصطلحات هادو كنحاولو نحفظوهم باش كنفهمو حوايج اخرين بهم. هنا كاين واحد بريزونطاسيون، واحد التقديم ديال لونتي ديماراج. لونتي ديماراج هو قال لك واحد السيستم كيحمي السياره من السرقه، اللي داروا لنا كما قلنا في الاول هما شركه التامين الاوروبيه، هما اللي داروا هذا السيستم هذا باش يحمي السياره من السرقه. وهاد بالنسبه للكالكولاتور ديال الموتور، الا كانت السياره الا كانت الكالكولاتور فرويي راه كتمنع لينا بالنسبه للموتور ايسونس، كتمنع لنا باش ما يخدمش لنا لانجيكسيون، باش لي زانجيكسيون ما يرشوش وباش لاليماج ما يخدمش، الا كانت كالكولاتور فرويي. وهاد المساله كنحفظوها مزيان، الا كانت كالكولاتور فرويي بالنسبه للموتور ايسونس راه لي زانجيكسيون ما غاديش يرشو ولا ليماج ما يخدمش، وبالنسبه للموتور ديزل الا كانت كالكولاتور فرويي راه لانجيكسيون ما تخدمش، لي زانجيكسيون ما غاديش يخدموا لنا ولا انفونس لانجيكسيون ما يخدمش لنا عاوتاني. اذا ردوا البال هاد الكلمات المصطلحات اللي كنخدموا بهم، كالكولاتور فرويي، كالكولاتور فرويي، الكالكولاتور راه مسدوده. اليوم ان شاء الله هنا كما كنشوفوا كاين هنايا عندنا كما قلنا ثلاثه ديال الاجيال، كاين الجيل الاول والجيل الثاني. حنا غنبداو ان شاء الله بالجيل الاول، كاين لا دي سي بروميير جينيراسيون. هاد لا دي سي في البيجو سيتروين بروميير جينيراسيون كيف كان؟ كانوا فيه جوج ديال الانواع. هاد لا دي سي لونتي ديماراج كودي في البيجو ديال الجيل الاول شنو كانوا فيه جوج انواع، كاين النوع اللي فيه كلافي وكاين النوع اللي فيه ترونسبوندور، كاين النوع اللي فيه كلافي وكاين النوع اللي فيه ترونسبوندور. اذا حنا ان شاء الله غنشوفوهم بجوج. النوع الاولاني اللي فيه كلافي، شوف كاين واحد كلافي، هذيك كلافي انت كتدخل فيها الكود، كتكون انت حافظ الكود ديال الديماراج فيما كتبغي تجي ديماري، كتدخل داك الكود باش كديماري. وهاد النظام هذا راه كان قال سو ديسبوزيتيف ايكيبي الفيكول ا بارتير دو 1984. قال لك هنا كلافي غراس ا ان كود بيرسونيل، واحد الكود تيكون بيرسونيل ديال الكونديكتور، سو كلافي بيرمي لو ديفروياج دو سيستيم الكترونيك. اذا انت ملي كتدخل داك الكود كيتحل كيوقع ديفروياج في الكالكولاتور ديال الموتور ولا في السيستيم ديال اللي شاد لونتي ديماراج. L'utilisateur compose un code personnalisé à 4 chiffres sur un clavier placé dans l'habitacle afin de déverrouiller le CMM. Et donc, quand tu rentres le code, dans le clavier, il est composé de 4 chiffres, 4 arqam, et ce code, شنو كيدير؟ تيقوم بعملية ديال ديفروياج ديال CMM ديال الكالكولاتور ديال الموتور ولا ديال المودي دو لا بومب. كاين سيارات اللي فيهم لا بومب كتكون فيها لونتي ديماراج. كما كتشوفوا هنايا في هذا الشيم، هذه هنايا هي الكلافي عندها علاقه مع الكونتاكتور ديال بورت كونديكتور، وعندها علاقه مع البواتي ديال السونترايزاسيون، وعندها علاقه مع الدياغنوستيك، وعندها علاقه مع الكالكولاتور دانجيكسيون، ولا مع لا مودي دو بومب دانجيكسيون الا كانت لا بومب هنا الكترونيك، لا كانت لا بومب فيها لونتي ديماراج. هاد الكالكولاتور هنايا اش قال لك؟ قال لك البيرمي دا تخوض بيها الكود كيما شفنا، كتسمح لك باش تدخل واحد الكود اللي تيكون عند مول السيارة.
اي بيرميتون دو فرويياج دو كاكيلاتون دانجيكسيون. هذاك الكود اللي كيدخل كتحل كتكون الكاكيلاتور فرويي، انت ملي كتجي السياره باش تدخل الكود كتكون ليطا ديالها فرويي، كتكون الكاكيلاتور فرويي. وهذا الشيء تنقولوا كيطابق حتى على السيارات الحاليه، ملي كتجي انت باقي مازال ما خشيتيش الكونتاكت في السياره، راه كتكون الكاكيلاتور ديال لانجيكسيون كتكون فرويي مسدوده، ولكن انت ملي كتدخل الكونتاكت الكاكيلاتور كتحل. حتى هاد السيارات القدام كتكون الكاكيلاتور فرويي، وملي كتجي انت كطابي الكود ديال الديماراج الكاكيلاتور ديال لانجيكسيون كتفتح كديفرويه، كتسمى عمليه ديفروياج. هذا اللي كتشوفوا هنايا، هذا الموديل ولا بومب. كاين لي بومب اللي تيكون فيهم واحد الموديل تيجي الضو، كيجي الضو كيجي الكود باش كي باش تي اليمونتي لنا ليكتروفان. قال لك البيرمي دو فير لا ليزون اونتر لو كلافي اي لاليمونتاسيون دو ليكتروفان داغيت. هذا ملي كيجي الكود من عند الكلافي اش كيدير؟ تيعطي تي اليمونتي لنا ليكتروفان، لان الكتروفان ما كيتاليمونتاش مباشره من الكونتاك، كيتاليمونتا من هذا الموديل هذا، وهذا الموديل هذا ما غيتاليمونتا حتى تقرا الكود ديال الديماراج عادي يتاليمونتا. هادي الكاكيلاتور ديال سونتريزاسيون ديال سونتريزي. الكاكيلاتور عندها علاقه مع لونتي ديماراج، باش ملي انت مثلا كتخرج من السياره وكتسد راه غتصيفط واحد السينيال ديال بان راه السياره مسدوده، باش الكاكيلاتور ديال لانجيكسيون تفرويه. اذا كتكون ضروري تكون عندها علاقه مع الكلافي. عندنا السي ام ام هي الكاكيلاتور ديال الجيستيون موتور. هاد الكاكيلاتور هي الاوتوريز، قال لك هنا الاوتوريز لو ديماراج دي موتور اون فونكسيون دو كود اونفويي باغ لو كلافي. اذا حتى كيجيها الكود من عند كلافي عاده كتعطي السينيال ديال الديماراج، عاده كتولي ديفروي محلوله. هنا اش قال لك ديفروياج؟ قال لك الاميز سو طونسيون ملي كدير انت كونتاك لو سي ام ام اونفوا او كاكيلاتور. الكاكيلاتور ديال الموتور كتصيفط الكلافي ليطا اللي هي عليها، ليطا اللي هي عليها. Il se met ensuite en phase de réception à la réception de code envoyé par le clavier. Mais le calculateur moteur, quand ça accepte le code de démarrage de l'un des claviers, je vais dire, quand je déclenche le code de l'accepteur de l'un des claviers, ou quand je compare avec le code qui est dans l'intérieur, avec le code qui est mémorisé dans l'intérieur. Il est quand le code est correct, il est quand le code est correct, le calculateur est déverrouillé, le calculateur du moteur est déverrouillé, ou il est quand le code est faux. كتبقى فروي، كتبقى مسدوده والمحرك ما غاديش يديمار، السياره ما غاديمارش. ملي كنسد السياره، ملي كان هنا اش قال لك؟ انا فروياج، الفروياج على كوبي دو كونتاك. ملي كنحيد كونتاك لو كالكيلاتور لو كلافيي اونفوا او سي ام ام لو ميساج فروياج. ملي كنحيد كونتاك الكلافيي كتصيفط الكالكيلاتور الموتور ميساج هي انها تسد. ابخي ان كوموند اكسترن. ملي كنسد انايا الكون، ملي كنسد الكوموند ديال السونتخايز ديال ديبور، ملي كنسد البيبان ولا ملي كنحل الباب ديال الشيفور، حدي كنحيد كونتاك، حدي كنحيد كونتاك وكنحل الباب ديال الشيفور ولا كنسد البيبان، تيمشي واحد السينيال من الكلافي كيمشي للموتور باش كتفرويه، باش الكاكيلاتور كتسد كتفرويه. هنا بالنسبه لشنا كلافي، دابا ان شاء الله غنشوفوا الكاكيلاتور اللي فيهم ترونسبوندور. هاد ترونسبوندور هو هذا سيستم قديم وبقى حاليا، حتى حاليا كاين السيارات اللي فيهم ترونسبوندور. اذا بارابور ان كلافي لو ترونسبوندور ديسبونس ليتيزاتور دو توت اوبيراسيون. اذا هاد ترونسبوندور تيخلي ان صاحب السياره بلا ما يبقى يحفظ ذاك الكود، وانما هو فيه الكود انترن داخل. Le but est d'ensuivir la clé de contact appareil au véhicule afin de déverrouiller le CMM. Et donc, ce transpondeur, qui va chez Conti, il y a une puce qui est très grande. La puce de la création fait une puce, fait une puce électronique ou fait une bobine. La puce fait une puce interne ou fait une bobine. Et donc, شنو داروا بالنسبه لهاد السيارات اللي فيهم ترونسبوندور؟ شنو داروا؟ جاو هنايا الكونتاكت داليماج ديماراج، الكونتاكت ديال الماج ديماراج، وداروا فيه تما واحد لابوبين. كاين واحد لابوبين كتسمى بوبين ترونسبوندور. هاد لابوبين ترونسبوندور شنو الضوء ديالها؟ دايره بحال شي اونتين، هي اللي غتستقبل لينا داك السينيال ديال الكود ديال الديماراج اللي كاين في ترونسبوندور. هنا قال لك ديفيرون جيستيون، لو بروسيو ترونسبوندور سوفي اون دو ايتا ان جيستيون دو ترونسبوندور.
انجيسيون دو فرويياج الحلان. حنا غنشوفو هنايا بالنسبه للساروت هو هذا الساروت الداخل فيه فيه ترونسبوندور. اذا الساروت انت ملي كديرو تخشي في كونتاكت غيقراه الموديل انالوجيك ترونسبوندور, غيقرا داك لونطين اللي كاين في هذاك لونطين, تيصيفط السينيال ديال اللي خدا من الساروت, غيصيفطو لنا البواشي برينسيبال بي سي اي ولا والبي سي اي غتقوم الضوضي غتصيفطو, يا اما تصيفطو الكالكيلاتور ديال الموتور الا كانت سيستم فيه لانجيكسيون مثلا, ولا غتصيفطو الموديل ولا بومب باش لابومب باش لابومب كتاليمونتي الكتروفان ديال ستوب. إذا كما كتشوف هنايا لو بوبين ترونسبوندور اوسي ابولي مودي انالوجيك ترونسبوندور اي سو سيتوي او نيفو دو كونتاكت سور انتي فول اي لي كومبوزي دان دان بوبين سامبل بوبيناج رول دو بواتي. لو بواتي برينسيبال بالنسبه للبواتي برينسيبال البي سي اي بيرمي دو بيلوتي لو مودي انالوجيك ترونسبوندور اي جير لونسومبل دي كلي ميموريزي اي ترانسمي لي دوموند دو فرويياج دو فرويياج دو سي ام ام. اذا هذاك البي سي اي شنو كدير, كتستقبل داك هذاك الكود ديال الساروت وبيه باش كتفروي ولا كتديفروي الكاكيلاتور ديال لانجيكسيون. الكاكيلاتور ديال الموتور راه هي اللي غات ملي غيجي السينيال اما غتفتح ولا غتسد, ومني كتخشي انت الكونتاكت ملي كد شوف كيفاش كيبقى ديفروياج, انت كدير كونتاكت الكاكيلاتو ديال الموتور سي ام ام اونفوا سون ايطا, ديما كتصيف ليطا ديالها واش فروي ولا فروي البواتي برينسيبال اللي هي البي سي اي. سي لو سي ام ام فروي اذا كانت البواتي ديال الموتور مسدوده لو بواتي برينسيبال في ان دوموند دو ديفروياج, البي سي اي اللي هي البواتي برينسيبال كتعطي لا دوموند باش انها كتفتح. ابخي لا ريكونيسونس دو بواتي برينسيبال لو سي ام ام سو ديفروي اونفوا سون ايطا, البواتي ديال الموتور كتحل ولكن كتصيفط ليطا ديالها اللي ولات عليها خاصها تصيفطها للبي سي, خاصها تقول لها بان راه تحليت. شي مره شنو تيوقع, شي مره فشي سياره تيوقع هو ان تيجي تيجي الميساج ان الكاكيلاتور تحل, كيجي من البي سي بان تحل فعلا كيجي الميساج, ولكن هي ما كتصيفطش الجواب ديالها, ما كتصيفطش لا ريبونس ديالها للبي سي وكتبقى فروي. الفروياج كيفاش كيتم الفروياج في هاد النموذج هذا؟ هاد الفروياج كيتم ملي كتحيد انت كونتاكت, ملي كتحيد كونتاكت تقريبا ابخي 5 مينوت واحد 5 ديال الدقائق ولا 10 ديال الثواني على حسب بلا حليتي الباب ديال الكونديكتور. لو بوانتي برانسيبال لو بوانتي برانسيبال ديال البي سي كوموند ان رولي كي اليمونت لو سي ام ام افان داسيغو لو ديالوغ, تيبقى البي سي ام كوموندي واحد الرولي باش تبقى اليمونتي كاكيلاتور الموتور حتى كتعطي بان راه تسدات. ان اوردر دو فروياج الوغ انفوي بار لو بواتي برينسيبال, اذا البي سي كتصيفط ليه واحد لوردر بانها تسد لان انت حيدتي الكونتاكت. اذا هذا فيما يخص لونتي ديماراج ديال البروميير جينيراسيون, وان شاء الله نشوفو ثاني الدوزيام جينيراسيون باش نزيدو نفهمو اكثر. واش اللي بغينا نشوفو في هذا الفيديو هذا هو السيستم ديال لونتي ديماراج, وشكرا.